خير شو رايك يلا عدي نحنا ما بنقدر ما عندك مهما علنا التحدي ما في غير نبحر معك من صبرنا نشيل وندي بس قريت نسمت رياحك ليش عاطي الحد تودي 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 يا بنتي دايرة تفوتينا كده حوفة ما بمراضي إلا الدرب طويل ومليانك وينه؟ فيه ومالك بلاه ما خليتهم بمراضي إلا في أمرن جبرني خلاني أستعجل براي نعال ما أمرن قاسي قاسي إلا مو قاسي بالحيل ما قدرت تقوليه لينا خلاص ما نغاز بعد إلا قلت عشان نقدر نساعد تقول إلى شمال رضية مشيتك بركة دي غريبة قولي ليش يا رضية أي هو يعني مو شي تنكدي فوق مدستة أنا أي أنا معرسة فيها أبو دليك وابو عيالي زي ما تقولي كذي يعني راجل صعب شويه كذي نعل ما بتوكي الله يا خالتي الله كل يوم انا نايمه بيدق وقايمه بيدق قبل وحده وقت الدق كتر علي خفت عليه روحتي وقلت خيرت لم عليه اهلي وشردتي المعنى يعني ايه كان كنت قعدت معاه وكان قتلني واهلك بعاد من هنا يعني مسيرة يوم من هنا كده خلاص يا بنتي انت ما تقومي من هنا اصل لمين ده العزاء وباكر بيقوم يا هو في دربك المات لكم منه قول لي المات لكم كم كيفين الكلام ده
في فريد ليلة. يا حليلكم يا زيني، يا حليلكم يا الفرسان، يا حليلك يا فاطمة، شالتك الدنيا قبل ما تشوفي فيها شيء. يا زين الشباب ويا عرس السبات، حليلك يا عثمان، حليلك يا الماح، حليلك يا شيخ التوم. إلا ما تقولي لي شن حصل لهم. لما فيهم واحد منعول لا راعى شيبة الشيخ، لا راعى حرمة ولية. ولما فيهم وين؟ غادي للسباق، وقالوا قبال كده قاتل له عسكري سايقهم ليه أبو دليل، وقات الناس كتار غيرهم. لكن أخوي سالت اللي أنام لا أكل الطعام، قبره بطن حوت وصقر طي، القاها في دنيا قبالة غيرته. الله يجبر كسركم، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. أنا خيرة مش بعدها. ما قلنا لك يا بيتي تمشي مع ود اللمين. لا لا أخير أفوت، مشان الراجل ده كان جاء يقتلني. قلت لك كيف وانت في حوار رجالنا؟ مشان كده لأبو دمش، أنا بعرفه راجل كعب، يقوم يتشبك مع رجالكم ويجيب لكم مصيبة فوق مصيبتكم وانتم ما ناقصين. أخير أفوت، دوني خاطركم. خاطرك معك يا بنيتي. لا تقولي له مشيت، مشان ما يصروا علي. أنا بنسرق بورا بيوت الفريق، وكان سهلوا وريهم القصة. بالسلامة يا بنتي. ما تسلمي، ربنا يزيدكم من نعيمه. حد معاكو هنا دقينا اخوي، عملتك كبرت بالحيل.
دكين ما عارفة أسوي شنو. صوتك مالي علي حياتي، عيونك بيق أسوتها بتذوب حشاي، مليت الوطى دم. يا ربي انت وين، ميت ولا حي؟ أجربي وراك لمتين يا ربي أشوفه. ده كله يمرق منك يا دكين. كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. ما في بير ولا حفير قريب من هنا؟ ايوه بالحيل. امسك الدرب ده، تقطعي الليدة الأولى والليدة الثانية وتختمي الجبل من قدام. تلاقي الحفير. سمح بدور اسألك ثاني. ازعلي. فريقكم ده ما في كراع عن كده غريبة دخلته الأيام اللي فاتت دي؟ والله بنت عمي الكراع داخلة ومارقة. والمناسبات لا مو فارق العروب. قصدي وانا لسه كتاب التعمي حرام. بقيت عندك مشكلة احلها لك تحت يدي. باقينا كلمتي مسموعة هنا، ما تشوفيني كدي. هاي قصدي زولا غريب منكم وجا فريقكم وقعد معاكم. زولا غريب ما مننا أيه. وجا قعد معانا أيه. والله اخر زول عنانا بيقولوا له وجاد المولى إلا عيفة ساكت. أي والله عيفة ساكت والله مليني حنبر خير عليه. قاعد معانا هسا عليه حول حرم اسم شيخ القبيلة مو خابره. عليك الله ده ما خير عدمه. ما في زولن تاني غيره؟ زولن تاني؟ زولن تاني، زولن تاني أضياف، زولن تاني كدنا أتذكر لك. طيب يا عمي زولك ده شن نفره؟ هو أخدر ومربوع. أخدر ومربوع؟ اي شي سموه؟ سموه دكين. سموه دكين؟ اي دكين دكين. اي دكين دكين.
يا هو كمان اخر الزمن بيقعدوا يسوون الحروم بوليسياس الرياض. ناس الفريق ده ما فوقه زول، العطش بدور كتلك الرضيع، ألاقي لي مويه وين؟ بدور بدور أول شيخ أول شيخ بدور بدور قامت الصباح بدري، قامت من النوم مشت عليه جارتها قالت لها تعالي دايراك، اها جارتها قشت عيناتها وضحكت ومشت معاها. وما لقى يوم الصباح كذي أكان بالليل كان قلنا بكباس. الله كان خير بكباس، بس قالت كذي شالت لك الولي وفوق ودقت بها الدنيا. مدت نفس أصل ما مهلتها أتلموا الخلق وفكوها من المرأة. يا الله يا الله والله عيناتها فوق راسها وشعرها طار فوق مع الهواء. أصل الحكاية شنو؟ سألوها قالت البارح هي حلمانة براجل عرس وهي كانت العروس، وقالت كمان غازتها وقاوتها والبنود ضحكا عليها. اخوانا عشان انا مستعجل ودعتكم الله. اقعد يا زول اقعد اقعد حديثك حلو اقعد. ايوه الله اقعد اقعد. انت في ذا ولا في الحصل لينا؟ انت كمان انت يا ابنه انا ما انقبضت.
جاني زول لابس ميري قال لي هاك الجواب ده وده تعينك تمشي توديه للمامور. اها من محل داك وصوف للمامور. اكان كلفشوني ليك كيفن؟ الزول ما طلع قاتل، قاتل له عسكري وثلاثة مساجين وكاسر الباب اللي للحراسة قلة الحكومة. هيا وسع سارح بالوديان يكتل يمين وشمال. ها اخوانا ودعتك والله. بجينا عليك والله عقب بجينا. انا ما ماشي تحت على الفريق تحت. لا عقب تحت. بجيك وصاد بجيك وصاد. ها وضعتك الله. بالراحة بيك. بالراحة بيك. بالراحة بيك. كيف حالك؟ اهلا يا ضياف. بنت الكرم بنت الاصول بنت الشكره. كيف حالك؟ كيف حالك كدي؟ الحمد لله. اها بدر ازعلك اختي؟ اي ازعل. الزين اخوك فيه؟ لا لا. بدرت اخوته الوصيه؟ لا لا. بمش اقضي لي مرسال مرسالين وبجي هو اخر كان بعد باكر. سمع. ودعتك الله. تعال يا ضياف. ابي دورت اقول لي نمه. سامح اسمعي. اها. بدور يا بدور يا بدور يا بدور وبدر البدر البدر البدور يا بدور وبدر البدور البشوفي كله راسه يلف يدوش والوطن يهو الدور بدور ويش شيخ بدور جننت الشباب يا بدور لامن نسوا الغداء وخلوا الفطور ما شاء الله ما شاء الله حلو والله والله عندنا كثير الا هسه امشي الطريق غلط غلطين وبجي اكون عقب صاد انا ماني ماشي قاعد الحين يومين ثلاثه كذا الا بقيت مزعول انت والله بقيت مزعول والله المزعوليه والله ما يعني لي هنا اي ها ودعتك الله اختي ودعتك الله والرسول ودعتك الله والرسول ها بسم الله بسم الله انت منو انت في امان اطمن اطمن شو سموك الزين الزين اي الزين وانا اسمي سالم اها ان شاء الله يكون الجماعه انستروا معاهم كيف ما انستروا يابا بقول لك ضابحين خمسه تيران ما شاء الله كفوا الناس كد عليهم لا هم ما بقصروا والله وي كان شفت الحفله اللي جابوها امانه ما سمحه ما شاء الله جابوا للشف وجابوا للفدو والختم والغبيشات ما خلوا شيء تب والله ابويا الشيخ كمان الهدوم ما سمحات تب الا من مصر جابون ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله وعقبالك انت يا بيتي سلام يا شيخ العرب مرحب حباب العمده يتفضل مرحب حبابك تفضل بدور بيتي كيف حالك اهلا ابويا العمده ان شاء الله كويسين بدور نعم الحقينا بالقهوه شايف عمك العمده ده زي اللي عنده كلام حاضر ابويا الشيخ تفضل يا عمده ابقى لاقي يا ابويا العمده كيف حالكم تفضل الله اشرب بسم الله الحمد لله خير يا شيخنا في شنو ايه يا شيخنا الامر جلل خير ان شاء الله جاتنا اشاره من مركز شندي ان شاء الله خير مين شندي ايه قالوا في واحد اسمه دكين قتله عسكري انجليز هلا هلا
عافي بنه يمين ود حلال. ها شيخ اقول لك مجرم تقول لي عافي منه؟ يا زول الانجليزي دمه حلال وعليه اليمين القى الجندة الا كان حاجاه. عفوا يا شيخنا تحاجه لك مجرم كتال كتلة؟ مية زيه مية زيه القاه نحجاه. والله عجايب يا شيخنا كلامك الليلة مياه. الانجليز بكنونة وموت الانجليزي بيد ود بلد خبرا بسرب الحيل. اخوي سالم زين بعد انا بمشي. لا لا تمشي كيفنا زين لا ما تتعافى تب كذا اقول كذا اقول بسم الله بسم الله. انا تاخرت يا سالم وبخاف يقلبوا علي. زين بتمش وبتطمنوا الا قول لي يا زين. ايوه الجماعه ديل مالو معك؟ ديل همباده وانا بجي محل المويه عشان ابقى بينهم السعيه. همباده؟ ايوه الا هينين الكلام في ناس تانين وديل قصدنا عديل وكبير اسمه ابكف. ابكف بتعرفه؟ عندي معه تار قديم لو وقع في ايدي ما برحمه ولو وقعت في ايده ما بيرحمني. انت يا سالم معرس؟ لا لا لسه العرس سمع راح اتبال. الله يبعدنا يا زين. سالم اي وقت انت عندك تار معاه جماعتنا سب كف ديل انا بقول اخر تجي معايا الفريق وتبقى واحد مننا ونحجاك. الا ولا كلمه انت هذول نجتني من الموت. زين يا زين السارة ما سمحت بحكاية الراجل اللامي في الناس ضبح يمين وشمال في البطانة؟ كيف ما سمحت بها؟ اسمع لي ان حدثك. قالوا ليك الواطة كانت ليل الراعي نايم بس يا الراجل وقف فوق راسه الراعي فتى عيونه كان غمته ليك ضبحوا من الأضان للأضان الراجل كتال كتلة محل ما يمشي يقتل زول محل ما يقبل يقتل زول. سجم يا سارة فشنا أزين أخوي من مبارح ما جاء. أنا الأسد الصيب بكرع أنا الأسد الصيب بكرع عمر الزونة حتى جبل قافر حتى جبل قافر حتى جبل قافر وفر لشو هي صقر الصقيع ما في يوم زرع ولا صقر الصقيع ما في يوم زرع زلوب يا زلوب منو البكوري منو زلوب ابوي الشيخ ازيك يا زلوب. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحمد لله والله يا لك عدو يا ابوي الشيخ. اها انا ما واقف هنا حارس الحله دي من كتر الكود الحين ده والله العظيم الليله بس والله الله نيتك بس ما بقيت العدو والله قال الراس ده بس في ثانيه نلقى ما فيه. ايه هسه قلت ليه كتر الكتلة كيفين يا ابوي الشيخ والله العظيم قالوا لك قتل له عسكري وثمانيه مساجين وكسر الباب. شوف هذا الرجل يا ولدي ده ولد سوداني فارس. كيف؟ فارس قتل له انجليزي تيجي تقول له قتل الكتلة؟ اه هو قتل الكتلة؟ اه زول ده الكلام جابه منه جابه ضياب؟ كذاب والله ضياب كذاب اي نعم تمشي تقول تباري فيه كذا مش كذب والله ضياب كذاب والله كذاب لكن الكذب ده سمعنا به والله ضياب وجماعه ثانيه جابوا منه الا قالوا والله زول ده قتل له عسكري و16 مسجون وكسر بابين. اسمع يا زلوب اسمع كلام ابوك. ما بسمعه كيف ما بسمع ابوي الشيخ. الزول ده قتل له انجليزي. ايوه فالح ولا مو فالح؟ الله يعافيك منه. فارس ولا مو فارس؟ والله فارس. قلت له انجليزي؟ ايوه والله فارس. قتل الكتلة؟ والله فارس.
لكن برضو قالوا قتلوا عسكري وأربعة وعشرين مسجون وكسر له وكم. الله هذا جو أنت ملعون على عسكري. إذا تبغى زي دياب. هسع وتلي ثمانية. بعد شوي وتلي 16 هسع سويت 24 أنا وقفت معك لصاحبي سوين مليون. أسمع هذا جو ده ما غلدي. أنا موضوع جاي جو موضوع مهم. لا ينقضي طب. أبوي الشيخ الله ينقضي طب. كيفين الفارس؟ أنا حارس الحلة، أنا الأسد الهمام، كيفين؟ أنا كمان بقصر معاه يا شيخ. والزين ولدي ما في. أيوه أنا عارف. وأنت يا كل السعة المحلي. أنا حارس الحلة. أيوه. أيوه أنا الفارس. والله شوف يا زنوق يا ولدي. نعم. الزين فارس. إن ما جاء وإن جاء أنا ما ساعشي. والله فارس. وما خايف عليه. والله. لكن أخته. بدور. أخته تعبانة تعبشي. كيفين عيالة يعني؟ لا لا. ها؟ يعني مضايقة. خايفة عليه أخوة. ما سلام ما لخذ ما حنين ونابحة فيني قد دالي ضاني دي يا بلسل الفزع يا بلسل الفزع يمشي الفزع لا أنا زين ما بفزع والله زين فارس والله فارس الله زين فارس لكن دايلك أنت تركب السع وتمشينا على الجبال المجاهدين وشوف يعني محلات الموية شوف في خبر معسكر مبيت قريب هو يا شيخ كلام ده متى هسع الصباح الصباح والله العظيم الصباح انا الصباح امشي لك اي محل وهسع هذا اللي قال فارس لا اشي كمان هو الشيخ كمان حارس البلد من كتر كثر الحايب ده كمان يقوم يجي كمان حايب ساكت قلنا اخيرا هذول يرجعوا هنا يرجعوا هنا في الحله الا قال لي زين الفزع خلوه الصباح قال لي الصباح الزين بيجي براه اصبر يا شيخنا حقيقة والله صحيح زين اللي اتأخر ماله خلاص خلاص كل ما فهو قتل القتل وقتل ليا شوف يا جماعة هوي شوف يا جماعة هوي الزين والدنا ولازم نلحقه الفزع الفزع يا رجال الزين ما فارس أكان مات ما موت فطيس لا أبوي قتل القتل شايل له بارودة في عندك هرم على البارودة خش جوا يا أخواننا يا أخواننا الزين يا هو ولدنا والواجب نلحقه الفزع الفزع أصبروا الناس منو الزول منو يا أخواننا ها ده الزين يا أبو الشيخ يا هو الزين 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 السلام الله يسلم هذا الزين يسلم مرحبا الله يسلم سلام مرحبا سالي الحمد لله الزين اي يا ابوي بدونك توديني الحصر شنو داهموني هم باتا الا حاربتهم عافي منك يا ولدي اي حاربتهم سمح الا غلبتني الكتره وكنت قايل نفسي متى الا فتحت عيوني لقيت الفارس ده قدامي داواني وضيفني ونجاني من ميته محققه بارك الله فيك مرحب بك يا ولدي الله بارك فيك مرحب بك مرحب بك مين الليله مين الليله انت مننا وفينا
مرحبا بيك، البيت بيتك. تفضل يا سالم، البيت بيتك. دكين يمتن قمر يتم سيبو التاني بالدول بتان وهج السراب سبح حقيقة وفيه نتبحر بتان صوتك يكون عالي أجيب في الدارة تتبشر بتان نغم الحنين أحلى وتر لكي لكن لم تن